السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نديرو درس تاع التجميع بالعشرات والمئات. واحد رقم صفحة 18، قال لك ما هو عدد النجوم على البطاقة؟ اشرح طريقة عملك. هنا كاين مجموعة من النجوم والتلميذ مضطر يحسبها. الآن كاين تلميذ يحسبها بالوحدة، صح؟ جبدها بالوحدة. ثم واش تعلموا لهم؟ علموا لهم كل ما يكونوا عشرة من النجوم يديروهم في دويرة باش تجيهم سهلة، ويبداو يحسبوا ويجوا طالعين. ما دي يلقاو النتيجة تاعهم واش يلقاو؟ يلقاو عندهم 249، يعني عندنا 100 زائد 100 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 9. يعني شوفوا كيفاش هنايا بسطوها منا لهنايا. كل 10 مجموعات تاع نجوم تكون من 10، هاي شوفوا هنا 10 10 10 10، كل 10 كل صف فيه 10 نجوم. شحال عندنا من صف؟ عندنا 10 صفوف. اذا 10 في 10 تولي عندنا 100. وهنايا نفس الشيء، كونا مجموعه واحده اخرى فيها 100، اذا شحال عندنا؟ 200. ومن بعد حسبنا 10، قعدنا نحسبوا في العشرة بالعشرة بالعشرة وندوروا شحال خرجوا لنا. 1 2 3 4، اذا 4 في 10 عندنا 40، وقعدوا لنا 9 نجوم وحدها، اذا قلنا العدد هو 249. الان قال لك انقل الاعداد 155 608 324، ثم اكمل كما في المثال. 356 هو 300 15 وحدات، إذا 155 هو 100 115 وحدات، 608 هو 600 10 8 وحدات، 324 هو 300 12 10 و4 وحدات. انقل الأعداد 809 وحدات 410 وحدات. قال لك وما طوب لك هكا كتابة حرفية وانتم تكتبوها بالأعداد. 800 صح، نكتبو 8. 10 كاين ما كاش، صافي 0. و9 وحدات، إذا العدد 809. وهنايا 400 نكتبو 4، 10 تاني كاين 2، معناتها نكتبو 2، و6 وحدات 6، إذا العدد هو 426. صح، قال لك هل بإمكاني أي من شراء حاسبة باستعمال كل أوراق القطع النقدية؟ هنايا الآلة الحاسبة دير 485، وهنايا أمين واش عنده؟ 200 زائد 100 300 300 زائد 100 400 450 450 470 475. هل يستطيع شراء الآلة الحاسبة؟ ما يقدرش يشري الآلة الحاسبة لأن المجموع 475 صغير على 485، وبالتالي ما يقدرش يشريها. الآن تعلمت أشكل كميات وأعدها باستعمال التجميع والاستبدال بالعشرات والمئات. 10 وحدات يعني 10 من هذه تعطينا 11، و10 منها تعطينا 100 منها. هنا رانا وصلنا لنهاية الدرس. الآن مروا إلى دفتر الأنشطة. التجميع بالعشرات والمئات، واحد من دفتر الأنشطة الصفحة رقم 12. أتمرن. التمرين الأول، أرفق التفكيك بالعدد المناسب. 90 زائد 6، هو مفكك، كي نجمعهم شحال يعطونا؟ يعطونا 96. 30 زائد 1 راهو العدد مفكك، كي نجمعهم شحال يعطونا؟ يعطونا 31. 4 زائد 60 مجموعهم 64، إذا مع 64، إذا تفكيك 64 هي 4 زائد 60.
التمرين الثاني، اكتب العدد المناسب لكل تفكيك. 30 زائد 5 يساوي 35، 70 زائد 8 يساوي 78، 8 زائد 90 يساوي 98، 40 زائد 6 يساوي 46. التمرين الثالث، 80 وحدة، 80 وحدة شحال فيها من عشرات؟ الآن نجو لهنايا للجدول، قال لك 80 وحدة، هاي لك 80 وحدة شحال فيها من عشرات؟ صح، 80 وحدة شحال فيها من عشرات؟ نروحو نورو، نعاودو نذكروهم بجدول الرتب تاعنا. عندنا وحدات، عشرات، مئات. قال لك 80 وحدة، هنايا الرقم الأخير مع الوحدة، صح صافي، نكتبو صفر في رتبة الوحدات وثمانية في رتبة العشرات. صافي شحال عندنا العشرات؟ نخبيو بيدنا، عندنا 8 عشرات، إذا هي 8 عشرات. قال لك 26 عشرة، هاي لك 26 عشرة. شحال فيها من وحدة؟ احنا واش قلنا؟ قلنا نديرو الجدول، 6 وين كتبوها؟ 6 نكتبوها في العشرة، هاي لك 6 في العشرة، نكملو نكتبو 2 نكتبوها في مرتبة المئات. قالك شحال من وحدة؟ احنا رانا في عشرات، من الوحدة هاي لك، صافيك الوحدة نقراوها 260 وحدة، وستون وحدة، صح. ومن بعد واش قالنا؟ 5 عشرات، 5 عشرات شحال عندنا من وحدة؟ 5 عشرات شحال عندنا من وحدة؟ هاي لك 5 عشرات، انا كتبناها، هو قال لك شحال من وحدة؟ اوب ما عندنا والو، صافي نديرو صفر، اذا نكتبوها 50 وحدة. طالة هنايا قال لك 60 وحدة، شحال فيها من عشرات؟ صح، واش قلنا؟ صفر هي في الوحدة، هاي لك نكتبو صفر في الجدول الوحدة، نكملو نكتبو 6، هو قالنا العشرات، إذا نحطو يدنا العشرات، إذا شحال كاين؟ كاين 6 عشرات، معنتها عندنا 10 و10 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 وهي رايحة 6 مرات، هكذايا. الآن قال لك رتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، 63 80 66 65، هذا يا سهل، إذا 36 63 65 80، والترتيب يكون من اليسار إلى اليمين. وهنا في التمرين الخامس قال لهم أفكك 86 يساوي 80 زائد 6، وهنا يفكك 44 هو 4 زائد 4، وهذا 90 هو 90 زائد 1، 62 هو 60 زائد 2، 78 هي 70 زائد 8. لهنا قال لك املئ الفراغات، هنايا البحث، هنايا شحال عندنا؟ عندنا 100، هاي لك 100، هنا شحال عندنا من العشرات؟ 20، وهنا شحال عندنا من الوحدات؟ عندنا 4، اذا العدد هو 124، 4 وحدات، 2 عشرات، وواحد مئات، ويكتبها هنايا في الجدول، ويحسب هنايا 100 في شحال باش يمد لنا 100؟ 100 في 1 زائد باش يعطينا 20 هي 2 في 10 زائد 4، إذا النتيجة 144.